في نقطة قالها معالي وزير الزراعة بأكد عليها، إن إحنا كحكومة اتفقنا يا دكتور مصطفى على إن إحنا هنعمل نعلن أسعار ضمان لأربع سلع ولا خمسة كده؟ القمح، القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس. طب والرز؟ وقبل كده الرز، وقبل كده القصب السكر والبنجر. لا خليني بس إيه؟ يعني خليني أقول بطمن الناس عليهم، وارجو ان السعر برضو اللي احنا بنقوله ده الضمان معناه ايه الاول بس، واكيد اخواننا اللي في الريف عارفين كده، ان ده الحد الادنى اللي انا هدفعه. صح. لكن لو السعر العالمي عالي او اكتر هندفع اكتر، مش كده برضو؟ صح. يعني لو النهارده القمح بنقول تعاقدنا على رقم، والرقم ده ضمان، بقول انا ده الحد الادنى اللي هاخد بيه منك القمح. طب زاد القمح في العالم هنشتري بالسعر اللي هو وقت الحصاد. وقت الحصاد مش كده؟ انا باكد بس على النقطه ديت لكل احنا قلنا القمح والذره وعباد الشمس وفول الصويا مش كده؟ الذره الرز خلص. خلي بالكم لاخواننا اللي في الريف، ما الارض اللي معاكم غاليه جدا 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 جدا، فانتوا استفيدوا منها احسن ما نهدرها في تعدي عليها او تبويرها. يا جماعه انتوا شايفين النهارده العالم كله عنده مشكله في الانتاج الزراعي، والطلب بيزيد عشان النمو السكاني حتى في مصر يعني. فارجو ان احنا نخلي بالنا من الارض ديت ونخدم عليها، عشان هي هتجيب خير كتير قوي خلال الفتره اللي جايه. اختم كلامي بان المصنع ده بالاسمده اللي هينتجها، انا بتكلم على 3.5 مليون فدان، منتظر يخشوا امتى؟ بالكتير نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية. نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية. إن شاء الله. بنبذل جهد كبير جدا جدا عشان الرقم اللي بنتكلم عليه ده يتحقق. يا آخر السنة دي يا آخر السنة الجاية بالكامل. أنا بتكلم في 3.5 مليون فدان. وأنا بقول للمصريين على حاجة أنتوا تعودتوا معايا عليها. إن شاء الله بحاول أكون صادق وأمين معاكم في كل كلمة أقولها. ما نوعدش بوعد ما نقدرش ننفذه. وعشان كده قلت إن إحنا تاني وتالت التغطية الإعلامية للمشاريع ديت هتدي للناس إحساس كبير جدا جدا بإن ما يبقاش قلقانين قوي، رغم إن أنا بتكلم في النمو السكاني خلال العشر سنين اللي فاتوا دول، إحنا بنتكلم على الأقل في 20-25 مليون. فلو ما كانش عندنا إنتاج يقلل حجم الطلب اللي بنجيبه من بره، بقى هنبقى تقريبا فاتوره الاستيراد بتاعتنا هائله وضخمه. شكرا.